هناخد مجموعة تمارين على أنبوبة أشعة الكاثود والميجر الإلكتروني. دي مسألة جميلة جدا، بتقول لي إذا كانت أقل مسافة يمكن رصدها بالميجر الإلكتروني 1 نانومتر، احسب سرعة الإلكترون وجهد المصعد. يعني المسافة دي هي لمبة، يبقى لمبة بتساوي H على M في V. طب ما انا عندي لمبة مدهاني وعندي H ثابت بلانك وعندي كتلة الالكترون اقدر اجيب السرعة، يبقى هو عايز السرعة الاول. يبقى كده بسهولة جدا من المعادلة دي اقدر اجيب السرعة. احنا هنعلقها بالتفصيل، ولكن خلينا نشرح فكرتها الاول. طب هو بس في حتة جديدة وبيقولي عايز جهد المصعد. احنا اخدنا مسائل قبل كده على حاجة اسمها الالكترون فولت، فجهد المصعد ان هو بيتحسب بقيمة شحنة الإلكترون. فازاي؟ تعال نشوف كده بقى. E في V بتساوي نص M E V سكوير. طب ما انا جبت السرعة، طبعا هفترض ان السرعة اللي احنا جبناها في بعد ما عوضنا هنا هي فعلا انا حلتها وحسبتها لقيتها هتطلع تطلع 7 × 8 × 10³ متر. خلاص، يبقى انا عرفت السرعة بتاعتي هتطلع كام، اعوض بيها هنا واجيب تربيحها واضربها في كتلة الالكترون اللي موجود قدامي ده. يعني اعوض في السرعة دي واجيب تربيحها اللي هي السرعة التربيع دي اللي هي اساسا الرقم بتاعي ده، واضرب في نص في كتلة الالكترون، وهنا اكتب بدل اي في الكترون فولت يعني عايز اجيب في دي اللي هي جهد المصعد. فاضرب شحنة الالكترون في جهد المصعد واجيب جهد المصعد لوحدي. دي مسألة في منتهى الاهمية، الاقي ان جهد المصعد هيطلع 1.5 فولت. مسألة مهمة فيها فكرة، فكرتها حكاية اي في، ازاي ان انا اجيب الجهد المصعد بالطريقة دي. كلمة جهد المصعد في منتهى الاهمية المسألة، لان فيها فكرة. هي مسألة بسيطة ولا فيها عبقرية ولا بتاع، لكن عشان نعرف طريقة الحاجة بتتحسب ازاي. دي مسألة مهمة تاني برضك على نفس نمط المسألة اللي فاتت. تعرض الكترون لفرق جهد، هنا اداني جهد المصعد. طبعا احنا بنتكلم بالالكترون فولت، يعني اي في يعني شحنة الالكترون في فرق الجهد. فما يديني جهد المصعد لو انا ضربت اي في يبقى هي دي الطاقة. احسب سرعته عند التصادم مع المصعد والطول الموجي. نحسب بس الجزء الاولاني سرعته عشان نفهم الفكرة. يبقى اي في بتساوي نص ام اي في سكوير، دي السرعة ودي كتلة الالكترون ودي النص. اما اي في دي كان هناك، احنا هنا بنتكلم على جهد مصعد. بعد وقت كان يقول لي احسب طاقة الحركة، ما هو دي طاقة الحركة، لكن هنا به عايز يتكلم عن جهد. فهي بتساوي اي في في، في دي جهد المصعد واي دي شحنة الالكترون. فانا هنا عوضت بشحنة الالكترون، وهنا 120 كيلو فولت ده في جهد المصعد، 120 × 10³ عشان كيلو فولت، بتساوي نص في سرعة في كتلة الإلكترون 9.1 × 10⁻¹ في في تربيع. أقدر أجيب سرعة الإيه الإلكترون بعد ما أجيب أقسم بقى، طبعا عملية حسابية بحتة. أقدر أجيب في زي ما هنجيب في دلوقتي، وهنشوف هنلاقي إن في اللي هي سرعة الإلكترون هتطلع 8.86 × 10⁶ متر/سكند. طب هو عايز ايه تاني بعد ما يجيب السرعة؟ عايز يجيب لمبة. نشوف كده السؤال تاني، وعايز ايه؟ احسب سرعته عند التصادم والطول الموجي المصاحب لحركته وكمية حركته. طب ما الطول الموجي
هيساوي ثابت بلانك في ام في زي ما اتعودنا. هنا ام دي كتلة الالكترون في في، في سرعة الالكترون. هنلاقي ان لمبة هتطلع ستة بوينت تمانية بوينت ستة تمانية في عشرة أس ناقص اتناشر. عايز كمية التحرك، طب ما انا عارف ان كمية التحرك بتساوي ام اي في بتساوي تسعة بوينت وان في عشرة أس ناقص واحد وتلاتين في السرعة اللي هي 83 هلاقي النتيجة هتطلع 7.63 في 10 أس ناقص 32 أس ناقص 23 كيلو جرام متر سكند. يبقى أنا كده قدرت أحل المسألة، وهي مسألة فيها فكرة برضك ظريفة. سؤال تاني، أنبوبة أشعة كاثود جهدها كذا، احسب أقل طول موجي للإلكترونات المنبعثة. أنبوبة أشعة كاثود جهدها كذا، احسب أقل طول موجي للإلكترونات المنبعثة. طبعا القانون اللي عندنا هنكتبه اللي هو إيه، شحنة الإلكترون في V، الجهد اللي مدهوني بيساوي نص كتلة الإلكترون اللي هي عارفينها في السرعة تربيع. كأني نفس المسألة السابقة، هحسب السرعة. عندي E مديني الرقم ده اللي هو خمسة في عشرة أس أربعة، وE شحنة الإلكترون، وعندي كتلة الإلكترون. هجيب في زي المثال اللي قبليه على طول، هلاقي ان في هتطلع وان بوينت ثري ثري في عشرة أس تمانية متر سكند. خلاص، ما انا عندي في، ما نقدر بقى اجيب لمبة وعايز الطول الموجي بتساوي H على MV. طب ما انا عندي كتلة الالكترون وعندي ثابت بلانك وعندي V جبتها، اعوض هلاقي الناتج هيطلع 5.47 في 10 أس ناقص 12 متر. احنا حلينا دي المسألة دي زي اللي فاتت بالظبط، بس كأن حليناها بسرعة. مسألة تاني زي الكلام، كاثود ري تيوب جهدها 500 فولت، نفس الكلام، احسب الطول الموجي المصاحب للشعاع. هنحل برضك ونشوف القصة ايه. عندي اي في بتساوي نص ام الكترون في سكوير، عندي 1.6 في 10 أس ناقص 19 اللي هي شحنة الإلكترون في 500 اللي هو جهد المصعد، بتساوي نص في كتلة الإلكترون اللي احنا عارفينها في V اللي احنا عايزين نجيبها تربيع. نجيب V هنلاقي ان V بتساوي 13.26 في 10 أس 6 متر سكند. يبقى احنا بنعيد ليه ونزيد عشان الناس تهضم الموضوع. لمبة
بتساوي H على MV بتساوي ثابت بلانك اللي احنا عارفينه على كتلة الإلكترون اللي احنا عارفينها في السرعة اللي احنا عارفينها، هنلاقي الناتج يطلع 5.49 في 10^11 متر. يعني احنا خدنا 3 مسائل او 4 مسائل زي بعض،